عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. كرام توقيت الزمني شواهين، هانينا لملك السويد بن زايد بن قشمان المنصوري. نعم 13 دقيقة 3 ثواني 5 من الأجزاء، هكذا كانت النتيجة. تهاني بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة ومسرات. أرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع هذه الانطلاقة، انطلاقة ثاني الأشواط الخاصة بفئة الأبكار الثنايا المهجنات الأصايل، مسافة 8 كيلومترات الحاضرة معنا هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان وثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى مع الشاهنية لسيد عاطف بن عطية بن حسن القرشي. من يتابع انطلاقة الشاهنية بمتابعة المضمر راشد بن حلفان المري، من يتابع انطلاقة الشاهنية التي بدأت بالانطلاق والانفراد الكلي عن بقية المشاركين. بدورنا ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني لنتابع الأسماء القادمة، الأسماء الواصلة. دغشة لسيد عبد الله بن خليفة بن ماجد المسافري يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول هنالك والانطلاق مع سيلة جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري، من يصل على المركز الثالث. المركز الرابع بغداد محمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، من يقدم لنا انطلاقة بغداد. المركز الخامس الوصول مع سرابة سالم بن احمد بن دري الفلاحي، من يتقدم الان على مستوى المركز الخامس. بينما سادس التحديات سمحه خالد بن مطر بن خلفان النيادي، من يقدم لنا سمحه الحاضره على المركز السادس وسابع. التحديات الوصول مع الشاهنيه حربي بن محمد بن حربي العامري، والمركز الثامن مشاهدينا ومتابعينا الكرام الشاهنيه بطي بن سعيد بن سلمة المنصوري قادما على مستوى المركز الثامن. تاسع التحديات والانطلاقات الحذرة للسيد زايد بن عبد المعطي بن حماد المهري قادما على مستوى المركز التاسع. والمركز العاشر الوصول مع زاهية أحمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري، من يقدم لنا زاهية ولكن التسلل في هذه اللحظات من بروق سعد بن عثمان بن محمد بن احمد. شعار العمده هو القادم هنالك على المركز العاشر، مرحبا بك العمده، ولكن العوده الى المقدمه، العوده الى الصداره، العوده الى التحديات الاولى والشاهنيه على المركز الاول. ابناء المملكه العربيه السعوديه مع صداره هذا الشوط، ابناء الطائف على المقدم وعلى الصداره وعلى التحديات الاولى. عاطف بن عطيه بن حسن القرشي، من يقدم لنا الشاهنية على المركز الأول. الشاهنية على صدارة هذا الشوط بمتابعة أبو سعيد راشد بن حلفان المري، من يقدم لنا انطلاقة الشاهنية التي تسيطر على المركز الأول على صدارة هذا الشوط مع انتصافنا لمسافة 8 كيلومترات. 4 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 4 كيلومترات، والقيادة والريادة مع انطلاقة الشاهنية للسيد عاطف بن عطية بن حسن القرشي، من يقدم لنا الشاهنية التي تسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. بينما المركز الثاني الوصول على ثاني التحديات، ادغشة هي القادمة على المركز الثاني. عبد الله بن خليفة بن ماجد المسافري، من يقدم لنا ادغشة في اول اشواطنا للابكار الثنايا المهجنات الاصايل مع هذا الانطلاق المميز. والمركز الثالث وصلت بغداد، مرحبا بالشعار الاقتصادي، يتقدم شعار محمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، من يقدم لنا بغداد اللي تحتل المركز الثالث. المركز الرابع الوصول مع سيلة جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري،
قادمين أبناء الدوحة هنا على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس شعار بن دري مع سرابة، سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي من يقدم لنا انطلاقة سرابة الحاضرة على مستوى المركز الخامس. بينما سادس التحديات والانطلاقات، الوصول مع الشاهنية حربي بن محمد بن حربي العامري من يقدم لنا الشاهنية. المركز السابع من الجانب الأيمن سمحة، خالد بن مطر بن خلفان النيادي من يقدم لنا سمحة وأيضا القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات. الشاهنية بطي بن سعيد بن سلمة المنصوري، وهنالك أيضا شعار العمدة من يتقدم الآن مع بروق سعد بن عثمان بن محمد بن أحمد العمدة من يقدم لنا انطلاقة بروق. أيضا القادمة زاهية أحمد بن سعيد بن غانم بن إريو المنصوري قادما على مستوى المركز العاشر. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الثاني لهذا الشوط، ولكن العودة إلى الصدارة. وصلنا هنا إلى جسر العبور، جسر التحديات، بوابة الثلاثة كيلومترات. ترحب بالمشاركين، ترحب بهذه الشعارات وادغشة من تسللت إلى المركز الأول، من انطلقت بصدارة هذا الشوط. عبد الله بن خليفة بن ماجد المسافري من يقدم لنا الدغشة مع التحدي الأول، مع الانطلاق الأول. المركز الثاني الشاهنية عاطف بن عطية بن حسن القرشي من يصل على المركز الثاني بمتابعة المضمر راشد بن حلفان المري من يتابع انطلاقة الشاهنية الحاضرة على مستوى المركز الثاني. ثنائي مميز على مقدمة هذا الشوط، ولكن من القادمة وصلت بغداد، بدأت تتقدم رويدا رويدا قادمة بهذا الشعار الكبير. محمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري من يقدم لنا انطلاقة بغداد اللي تحتل المركز الثالث. بينما المركز الرابع الوصول على رابع التحديات والانطلاقات مع سيلة جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري يصل على مستوى المركز الرابع. والمركز الخامس تقدمت الآن زاهية أحمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري، والوصول مع زاهية هنالك القدوم والانطلاق والتحديات. أيضا الشاهنية بطي بن سعيد بن سلمة المنصوري وشعار بن دري يتقدم مع سرابة، سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. الاثنين كيلومتر ما تبقى عن نهاية هذا الشوط ما يفصلنا عن خط النهاية، عن الناموس وعن الفوز والانتصار. المسافري على المركز الأول يقدم لنا ادغشة، ادغشة بهذا الأداء المميز. عبد الله بن خليفة بن ماجد المسافري من يقدم لنا ادغشة على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني القدوم مع الشاهنية عاطف بن عطية بن حسن القرشي، وثالثا بغداد محمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري. الشعار الاقتصادي واصل هنا منطلق يتسلل إلى المركز الثاني. التحديات القادمة وصل هنالك شعار المري بدأ يتقدم مع انطلاقة عسيلة جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري من يقدم لنا عسيلة. أيضا شعار بن دري بدأ يتقدم الآن مع انطلاقة هذا الشعار المميز مع سرابة، سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى التحديات الأولى. ادغشة على مقدمة هذا الشوط تنطلق بهذا الشعار المميز. المسافري المسافري من يقدم لنا ادغشة على المركز الأول. عبد الله بن خليفة بن ماجد المسافري يا سلام من يقدم لنا انطلاقة ادغشة. المركز الثاني الحضور مع بغداد، وصلت بغداد، تقدمت بغداد. محمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري من يقدم لنا انطلاقة بغداد. ثالثا وصل شعار المري بدأ يتقدم الآن شعار ابن جهويل وصل على ثالث التحديات مع انطلاقة
عسيلة لسجار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري وشعار بن دري قادم مع انطلاقة سرابة سالم بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم لنا سرابة، ولكن هنالك ادغشة على المركز الأول بن دري قادم يتقدم مع هذه الانطلاقة المميزة سرابة سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي من يقدم لنا سرابة المنطلقة على مستوى المركز الثاني، ولكن الصدارة المقدمة التحديات الأولى ادغشة عبد الله بن خليفة بن ماجد المسافري، وهنالك أيضا سرابة سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، ولكن ادغشت المسافري على المركز الأول مع هذه الانطلاقة الكبيرة. يا سلام عبد الله بن خليفة بن ماجد المسافري، تهانينا والناموس لحظة وصولها إلى خط نهائي معلنة هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني بغداد محمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، وثالثا وصلت سرابة لست سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، والمركز الرابع عسيلة جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري، والمركز الخامس الشاهنية أمور ذلك زاهية أحمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك ادغشة عبد الله بن خليفة بن ماجد المسافري. كما تشاهدون لحظات الإعادة، لحظات الفوز والانتصار، ولحظات التوقيت الزمني من مسافة 8 كيلومترات، 12 دقيقة و42 ثانية، بالوفاء والتمام والكمال تهانينا والناموس. ويتسجل التوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس لك المسافري على هذا الفوز وعلى هذا التوقيت. المركز الثاني بغداد 12 دقيقة 44 ثانية، وجزءا واحدا من الثانية تعود ملكية بغداد محمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري. والمركز الثالث وصلت سرابة لسيد سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي 12 دقيقة 45 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. المركز الرابع كان الوصول مع انطلاقة سيلة جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري، والتوقيت الزمني 12 دقيقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام 49 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. بينما المركز الخامس كان الوصول مع انطلاقة زاهية أحمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري بتوقيت 12 دقيقة 49 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.